يقول السائل: ما حكم الدعاء الجماعي؟ بدعة. الدعاء الجماعي بدعة، كل يدعو بدون جماعة، لأن هذا شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يدعون دعاء جماعيا، ولا يكبرون تكبيرا جماعيا، ولا يسبحون تسبيحا جماعيا، إنما كل يذكر الله بمفرده سرا أو جهرا، أما الجماعي فهذا بدعة. نعم.